السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أخبارك؟ الحمد لله بخير. الله يخليك يا شيخ. معلش سؤال بس، حكم العمل في مجال السياحة الأمن فندق؟ لا مانع من أن تعمل في فندق كرجل أمن، حتى لا تعمل، لا مانع أن تعمل في حراسة الفندق، ولكن غيره أولى. تمام، يعني ما في أي شيء. لا ما قلتش ما في أي شيء، بقول غيره أولى. غيره أولى آه. لأنك داخل طبعا، أنت تعرف أن السياح فاسقات إلا من رحم الله، وداخلين عرايا، فيعني آه، كلنا بشر، فغيره أولى، لكن العمل جائز. تمام ماشي يا شيخ، شكرا، الله يسلمك.